ستيشن رصدت لصاحب المركز الأول في هذا الشوط الخامس للثنايا القعدان لأبناء القبائل. المسافة هي 8 كيلومترات في هذا اليوم في صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر مايو لعام 2010. متابعينا في كل مكان، الزملاء يتواصلوا بالوصل والتعليق، والزميل حمد بن محمد الزعبي يتواصل معكم مع مجريات وانطلاق هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم وترحيبنا مستمر كذلك بالمشاهد وبالمستمع الكريم والحاضر هنا في أرضية ميدان الوتبة. نحن أيها الإخوة في هذا اليوم يجمعنا بكم في الثنايا لأشواط أصحاب الجماعة وكذلك لأشواطنا العامة في هذه الفترة الصباحية، ومن مسافة 8 كيلومترات المقررة من اللجنة المنظمة لهذا السباق ولهذا المهرجان. على كل حال مشاهدينا الكرام، انطلاقة جديدة وشوط جديد من انطلاقات الخير والمحبة تستمر هنا على أرضية هذا الميدان، والشوط الخامس هو الشوط المذكور الذي تشاهدون على شاشة التلفزيون وعلى الهواء مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية. نفتتح الإذاعة بمن يحتل المركز الأول ويقود المسار ويحمل شعار مالكه إلى أفق المقدمة، وهنا الدرع. الدرع هو من يحتل المركز الأول مشاهدين الكرام، سالم بن سعيد بن منان السويدي هو من يمتلك الدرع ويزج به في هذا الشوط. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثاني. الفتان مشاهدين الكرام يحتل المركز الثاني، يتعود ملكيته لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، هو من يحتل المركز الثاني مع الفتان. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث هنا شعار بن بيشاني يحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام من خلال تقدم الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، هو من يحتل المركز الثالث. إذن المركز الثالث مشاهدين الكرام كما ذكرنا الساعي يتعود ملكيته للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ومن يحتل المركز الثالث. نتعرف وإياكم على المركز الخامس أو المركز الرابع مشاهدين الكرام، من يحتل المركز الرابع مشاهدين الكرام، من يحتل المركز الرابع يصلنا فيه صغان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، بينما ننتقل وإياكم ونتعرف على المركز الخامس. من يحتل المركز الخامس يصلنا راهي تعود ملكيته للسيد محمد بن سالم بن سيف المزروعي، هو من يحتل المركز الخامس. إذا مشاهدينا ومستمعي قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث، ها هو نداءنا للمرة الأولى وللخمسة المراكز المتقدمة التي يسمح لها بالإذاعة والنداء. أتممنا هذا النداء على حضراتكم ونضع النقطة تحت الصدر ونعود إلى حيث بدأنا وإلى مقدمة هذا الشوط. المقدمة مشاهدين الكرام تتغير في هذه اللحظات من قبل الفتان وشعار الفتان سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، هو مع الفتان في الصدارة، بينما هنا في المركز الثاني الدرع
الدرع تعود ملكيته لسالم بن سعيد بن منان السويدي، هو من يحتل المركز الثاني. ثالثا مشاهدين الأفاضل يصن الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، هو من يحتل المركز الثالث. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الرابع. من يحتل المركز الرابع يصن صوغان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، ومن يحتل المركز الرابع. وننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الخامس، اسم جديد كذلك مشاهدين الكرام يدخل كوكبة الإذاعة وعالم الإذاعة في هذه اللحظة. النصر يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته لراشد بن علي بن محمد المري، هو من يحتل المركز الخامس. إذا مشاهدين الكرام الانتصار والنصر هنا، مشاهدين الأفاضل على أرضية ميدان الوتبة. هنا النصر يحتل المركز الخامس كما ذكرنا، ونعود إلى الانتصار هناك في المركز الأول. المركز الأول مشاهدين الكرام، لا زالت الأمور لا زالت مع الفتان. يبدو لي مشاهدينا ومستمعينا الكرام مع الفتان لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، هو من يحتل المركز الأول. يا سلام، الله الله الله. إذا الفتان مع مالكه الفتان، يا سلام يا سلام على هذه الشعارات اللامعة التي تزين أرضية هذا الميدان. هنا الفتان يحتل المركز الأول، تعود ملكيته لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. بينما هنا مشاهدينا الكرام الدرع يأتي جنبا إلى جنب للفتان، تعود ملكيته لسالم بن سعيد بن منانة السويدي، هو من يحتل المركز الثاني. يسلم، ثنائية جميلة، ثنائية مميزة أراها تنفرد عن بقية المراكز. هنا الدرع وهنا الفتان، وهنا الفتان وهنا الدرع في مقدمة هذا الشوط، ويبدو لي ما يقارب عن 50 مترا ما بينها وما بين المركز الثالث. هنا ننتقل ونتعرف على المركز الثالث. المركز الثالث يصن الساعي، تعود ملكيته للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، هو من يحتل المركز الثالث. ننتقل ونتعرف وإياكم على المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس صوغان لراشد بن سلطان بن قالب المنصوري، هو من يحتل المركز الرابع عفوا. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس. المركز الخامس شاهين لسالم بن راشد بن غدير، هو من يحتل المركز الخامس. وشعار بن غدير مشاهدين الكرام هو آخر من انطلق في هذا الشوط، ها هو يدخل إلى الكوكب الخماسية وإلى عالم الإذاعة. نعود مباشرة صوتا وصورة مشاهدين ومستمعين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المنافسة وإلى التحدي. لا زال الفتان، الفتان 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 مشاهدين الكرام يقترب بشعاره ويقترب بهذا الاسم الجميل، يقترب من السيارة والناموس. الفتان تعود ملكيته لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، هنا يحتل المركز الأول من خلال تقدم الفتان. بينما هنا الدرع ياتي ثانيا، تعود ملكيته لسالم بن سعيد بن منان السويدي، كذلك المتحدي هنا، كذلك هنا يتحدى على ثاني المراكز. المركز الثالث الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يحتل المركز الثالث. رابعا يصن صوغان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، هو من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا مع شعار بن غدير مشاهدين الكرام، شعار بن غدير مع شاهين لسالم بن راشد
بن قدير هو من يحتل المركز الخامس. نعود مباشرة أيها الإخوة بعد إتمام نداءنا الخامس على التوالي للخمسة المراكز الأولى، هناك مع شعار الفتان ومع شعار بن منانة. بن منانة والفتان، الفتان وبن منانة مشاهدين الكرام، وبن منانة يغير في هذه اللحظات من خلال تغيير وتقدم الدرع، الدرع يغير مشاهدين الأفاضل، تعود ملكية لسالم بن سعيد بن منونو بن منانة. يا سلام مشاهدين الكرام، الدرع يحتل المركز الأول، الدرع أراه يتسلل، أراه يقترب مشاهدين الكرام، بينما يأتينا ثانيا الفتان لسعادة الفريق، مصبح بن راشد الفتان هو من يحتل المركز الثاني مشاهدين الكرام. المركز الثالث لنتمم نداءنا السادس على التوالي، المركز الثالث الساعي للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. المركز الرابع يصلنا صوغان راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. خامسا مشاهدين الكرام اسم جديد كذلك مرجع يحتل المركز الخامس للسيد محمد بن سالم بن دري الفلاحي. يلا يا الفلاحي، الناموس والسيارة تنتظر. نعود هناك إلى شعار، إلى شعار بن منانة، شعار بن منانة السويدي. يا سلام، اللاند كلوزر ستيشن ينتظر، اللاند كلوزر ستيشن ينتظر يا مشاهدين يا متابعين. وأرى السويدي يقترب وأراه يتسلل. يا سلام يا الدرع، الدرع مشاهدين الكرام، الدرع هو من يحتل المركز الأول وبدون أي منافس على الإطلاق. ها هو الدرع تشاهدونه على شاشة التلفزيون ويفتتح الكيلو الأخير. وأرى الساعي قادم، الساعي قادم يا بن منانة، الساعي قادم يا بن منانة، الساعي واصل يا بن منانة. يا سلام، الله 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 يا بن منانة، الساعي الساعي قادم، الساعي تعود ملكية للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. وأرى هنا المتحدي، أراه كذلك يختبر ذكائه ويختبر خبرته الكافئة. بن منانة هنا مع الدرع سالم بن سعيد بن منانة السويدي. يا سلام، الله الله الله، الساعي ياتي ثانيا، محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مشاهدين الكرام. ولكن الدرع ايها الاخوه ال 400 متر الاخيره يحق لنا وكذلك يشرفنا ان نزف التهنئه وان نحملها على ظهر الدرع الى مالك الدرع سالم بن سعيد بن منانه السويدي. الناموس الناموس، تهانينا لك على هذا الانجاز، تهانينا لك كذلك يا سالم يا بن سعيد يا بن منانة. ها هي لحظات وصول الدرع إلى المقصورة الرئيسية، تهانينا والناموس نزفها لسعيد، لسالم بن سعيد بن منانة السويدي على فوز الدرع وتحقيقه بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الساعي السيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي كذلك أدى العروض الذي يشكر عليها. المركز الثالث يصلنا صوغان لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري. المركز الرابع يصل فيه مرجع للسيد محمد بن سالم بن دري الفلاحي. المركز الخامس يصلنا مشاهدينا الكرام صوغان لراشد بن عبد الله الكتبي. إذا تهانينا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نهني كل الإخوة الفائزين، حظ أوفر لمن لم يحالف الحظ. إذا أيها الإخوة شاهدنا وإياكم بن منانة بشعاره المتميز دائما وأبدا، ها هو يحصل على جائزة هذا الشوط. الدرع هو من يحتل المركز الأول، يقطع المسافة مشاهدينا الكرام في زمن مقداره 13 دقيقة، 13 دقيقة مشاهدينا الكرام. إذا ها هي لحظات المركز الثاني مشاهدينا الكرام، يصلنا ثانيا الساعي قاطع المسافة في زمن مقدار 13 دقيقة 24 ثانية 9 أجزاء من الثانية. الثانية نوصلها للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي على فوزه بالمركز الثاني. المركز الثالث يصلنا مشاهدينا الكرام في المركز الثالث صوغان 13 دقيقة 30 ثانية 4 أجزاء
من الثانية التهنئة نوصلها لراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، كما نزف التهنئة مرة أخرى إلى مالك الدرع سالم بن سعيد بن منانة السويدي على فوزه وتحقيقه بناموسي هذا الشوط، وهو الشوط الخامس المخصص للثنايا القعدان.